بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. طبعا زي كل أسبوع وإحنا عندنا مباريات إفريقية مهمة جدا وإحنا داخلين في المراحل الأخيرة، بقول لكم نلتقي الأسبوع القادم وبإذن الله الفريق يكون محقق نتيجة جيدة قبل لقاء العودة. الحمد لله هي بتبقى ثقة في الفريق، ثقة في الرجالة، ثقة في كل أفراد الجهاز الفني واللعيبة إن هم بيشرفوا النادي الأهلي في أي مكان وبيدافعوا عن أسمائهم وبيدافعوا عن كيان النادي الأهلي في كل المباريات الإفريقية، وده كان ملاحظ قوي خلال الفترة الأخيرة. الحمد لله نتيجة جيدة في لقاء الذهاب ولكنها ليست حاسمة، لسه في لقاء عودة ولسه الأمور متكافئة ومتساوية بين الطرفين سواء للأهلي أو للترجي، الحظوظ متساوية. أي نعم صحيح أنت راجع من رادس متقدم بهدف وفايز خارج أرضك، لكن كرة القدم علمتنا دايما فيها دروس كتيرة قوي. عشان كده رسالتي لكل جماهير النادي الأهلي من النهاردة لغاية موعد المباراة، افصلوا تماما عن أي تفاصيل وركزوا في دعم الفريق قبل مباراة يوم السبت، وأكنها هي المباراة الأولى والأخيرة، نلعب 90 دقيقة نكسب وتبقى محطة بإذن الله للتأهل إلى كذا يوم 17/7. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا، وبالتأكيد هنلقي الضوء على استعدادات الأهلي لمباراة الترجي، والنهاردة أول تدريب للفريق بعد الراحة السلبية عقب العودة من تونس. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وبالتأكيد كل الجماهير تخش تشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال. فرأيكم ما هو أفضل تشكيل يلعب به الأهلي ويخوض به الأهلي مباراة العودة أمام الترجي التونسي؟ شاركوا معنا عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة قدر الإمكان نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، ده برنامجكم وانتم جزء منه، فلازم ناخد كل آراءكم في أي موضوع يخص النادي الأهلي. لكن خلونا نبدأ الحلقة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للترجي. كمان في ترند الأهلي، استمرار قاعدة الخمس تغييرات في الموسم الإفريقي الجديد. وفي الترند العالمي، روما يرغب في ضم سيرجيو راموس. أهلا بحضراتكم من جديد. استعراض مباريات اليوم، النهاردة في مباراة الساعة 7 في كأس مصر الدور ربع النهائي، نادي الزمالك في مواجهة نادي مصر المقصة. الفائز منهم سيتأهل إلى مرحلة دور نصف النهائي لكأس مصر ويواجه نادي أسوان. طبعا لسه النادي الاهلي عنده مباراه مع انبي في دور ال 16، ده لسه خلال الفتره القادمه هننتظر موعد مباريات او باقي مباريات كاس مصر. في اليورو، يورو 2020 النهارده في مباراتين في نفس التوقيت خلاص، خاصه ان هي الجوله الاخيره الساعه 9، كرواتيا هتلعب مع اسكتلندا والتشيك هتلعب مع انجلترا. طبعا مباراه قويه جدا، واليورو انا على المستوى الشخصي ببدا اتابع اليورو ابتداء من دور ال 16 ودور الثمانية مع وصول كل الفرق الكبيره المرشحه لليورو وبطوله الامم الاوروبيه. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض فقرة ترند الترند، والنهاردة عندنا تفاصيل والكلام لأول مرة هتسمعوه في قضايا شائكة جدا بتخص الأهلي في المرحلة القادمة.